خلافات فيسبوك وشركة أبل كنا بنسمع عنها من خلال تسريبات، لكن الظاهر هذه المرة أن التوتر العنيف بينهم فعلا كان موجود والآن طلع للعلن. فصحيفة وول ستريت جورنال شرحت في تقرير بالتفصيل أسباب ضيق أو زعل الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زكربرغ من شركة أبل، وقالت أنه واحدة من نقاط التحول في المعركة بينهم كانت مقابلة للرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك سنة 2018 وسط فضيحة كامبريدج أناليتكس اللي كانت بتعصف بشركة فيسبوك وتسريبها بيانات من 87 يمكن مليون مستخدم من مستخدمينها. على العموم في المقابلة كوك قال أنه أبل ما كانت حتقع في هذه الفضيحة أو في مثل هكذا فضيحة. طبعا زكربرغ وقتها كان له موقفين من مقابلة كوك، واحد في العلن وهذا وصف فيه تعليقات الرئيس التنفيذي لأبل بأنها عفوية وعابرة، أما الثاني فكان بالسر. وخلوني أقول لكم رد زكربرغ كان قاسي، فبحسب الصحيفة زكربرغ قال لفريقه في فيسبوك إنهم بحاجة إنهم يؤلموا أو يعنفوا شركة أبل، ويمكن اللي زعموا التقرير منعكس فعليا حاليا وبنشوفه. ففيسبوك تعمدت آخر السنة الماضية إنها تقف ضد أبل وتنضم لشركة إيبك جيمز في معركتها القانونية أمام أبل. We'll be right back.